وياسين والضحى والنون والقلم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا يقول ذلك من الألم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من هنا من ليلة تكريم الراحل الكريم عميد عموم عائلات حال بالمنزلة، مشاركة للأسرة الكريمة ولأبنائه الأقرمين ولأشقائه الكرام ولأبناء عمومتهم واجب العزاء. من ليلة تكريم عم الحاج حاتم فاروق حال، مشاركة عم الحاج أسامة فاروق حال والأستاذ محمد حاتم والأستاذ حاتم حاتم فاروق حال وعموم عائلات المنزلة واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل القرآن الكريم نورا يتقاطر عليه في قبره، وأن يجعل القرآن الكريم له في القبر ضياء ويوم العرض شفيعا. وبدعوة كريمة من الحاج فتحي حال نستضيف علم من أعلام دولة تلاوة القرآن الكريم وملك المقامات والقارئ الذي استطاع أن يجمع بين المدرسة القديمة والمدرسة الحديثة في آن واحد، وسفير قراء مصر بالعالمي العربي والإسلامي وصاحب الجامعة الغانمة بالمقامات والروايات وأحد أقطاب إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري، سائلين المولى في عليائه لفضيلته التوفيق والسداد، ولي وللجمع الطيب بحسن الاستماع. يتفضل فضيلته مشكورا.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة و
كتب ربكم على نفسه الرحمة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. والله أعلم بالظالمين. والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسمع القرآن ده هدوء بعد إذنك. ماشي ماشي حاضر. لا لا ماشي نهدى شوية في سماع القرآن. سبحان الله جل شأن. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه
ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو وهو القاهر فوق عباده صدق الله العظيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية
تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل قل الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قل الله ينجيكم منها كل كرب ثم أنتم تشركون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل تشركون. قل هو القادر قل هو القادر قل هو القادر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.
ما أنتم تشركون قل هو القادر. قل هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Thank you.
النور لما تجلت آية الهدى وتغنى على التلاوة بلبل وغردا من روائع سورة الأنعام بصوته العذب الندي ملك المقامات وصاحب الجامعة الغانمة بالمقامات والروايات ونجم قراء إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرس قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والمقيم بمدينة القاهرة. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وأحدث الهندسة الصوتية وهكذا كبرى مخازن الإنارة الذهبية وأضخم محطات الديزل العالمية إدارة العميد الحاج شوقي داود الجمالية بقهلية اسطول الفراشة المتحرك وكبرى قصور الضيافة والخيام المكيفة إدارة أولاد العميد الحاج التميم المصري وأولاده الحاج علي والحاج محمد التميم المصري بالمنزلة واجب الضيافة والخدمة الفندقية الممتازة المتر مصطفى الفيشاوي والمقيم بميت غمر مركز ومدينة ميت غمر محافظة التقاهلية هندسة البث والهواء والتسجيلات القرآنية النادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المبدع والمتألق مسعد عطالله الجمالية بقهلية الجمع الطيب المبارك أسرة الراحل الكريم عميد عموم عائلات حل يتقدمون جميعا الحاج أسامة فاروق حل والأستاذ محمد والأستاذ حاتم فاروق حل وعموم عائلات حل وعموم عائلات المنزلة يتقدمون جميعا بخالص الشكر.